مشاهدينا ومتابعينا الكرام، على بركة الله إذا ابتدأنا، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل ومنه نطلب التوفيق والسداد. أعلنت مشاهدينا الكرام انطلاقة شو السيف الذهبي. إذن السيف 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 السيف. الله. شوط انتظرناه لعام كامل وها هو يطل علينا في هذا الموسم مع مسك ختام هذا المهرجان الكبير، مهرجان سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. رحب يا ميدان بهذه الأسماء المنطلقة في شوط الأشواط، في أغلى الأشواط، واحتضن التحدي كما عهدناك لتجدد في أنفسنا بهجة الارتباط بالأرض وبالتاريخ. نسافر هذا المساء في أجواء تنافسية غير اعتيادية على أغلى السيوف، نسافر في صفحة الأيام التي تحمل وفاء جيلنا لأجيال مضت بعد أن زرعت هذا النبت الطيب بين ثنايا أرضنا لتزهر هذا الأرض بأجمل اللغات، لغة الارتباط بالأصالة وبالهوية وبالتراث. إنه شوط الأشواط، إنه شوط السيف الذهبي، سيف أميرنا الغالي حفظه الله ورعاه. ننطلق إذن مع هذه البداية، ننطلق مع هذا المسار، نتعرف إذن مشاهدينا ومتابعينا الكرام على الأسماء المنطلقة، على الأسماء المتواجدة في شوط السيف الذهبي. بدأت إذن مشاهدينا الكرام. إذن ننطلق مشاهدينا الكرام مع مقدمة هذا الشوط، وننطلق مع الزنتان التي تحتل المركز الأول الآن. الزنتان تنطلق وتحتل المركز الأول لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني بقيادة المضمر الذهبي سالم بن فاران المري. الانتقال على المركز الثاني، نتابع من تحتل المركز الثاني. الله. هذه إذا مشاهدينا الكرام الانطلاقة القوية مع درنا. درنا تحتل المركز الثاني لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني بقيادة المضمر الذهبي سالم بن فاران المري. نتابع المركز الثالث وننطلق مع من تحتل المركز الثالث الآن. سجل الأسماء هذه في كشف. المركز الثالث إذن ضحى. ضحى تحتل المركز الثالث الآن وتنطلق لهجن العاصفة التابعة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة واثق المضمرين حمد بن راشد بن غدير الكتبي. نتابع المركز التاسع. المركز الرابع رقم 9 اللي في المركز الرابع الآن، نتابعها إذن وننطلق مع أجدابيا. أجدابيا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني بقيادة المضمر الذهبي سالم بن فاران المري. في متابعة إذن للمركز الخامس لنجد طبرق، تحتل المركز الخامس لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني بقيادة المضمر الذهبي سالم بن فاران المري. ها هي الأسماء إذن أعلناها مشاهدين الكرام، والصدارة إذن هناك مع درنا التي غيرت الآن لتقترب مشاهدين الكرام من مركز القوة، من مركز النفوذ، من مركز السطوة والسلطة. إذن هي المتسلطنة في هذا الشوط، إنها درنا بسطوتها تسطو على المركز الأول لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد
زياد بن خليفة آل ثاني بقيادة وتوجيهات الذهبي سالم بن فاران المري. البشائر كانت بشائر الخير مع هياض في شوط الشلفة الذهبية عندما انتزعها انتزاعا قويا مع نفس الشعار شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني وبقيادة مشاغب المضمرين محمد بن خالد العطية. المركز الثاني الآن هنا الزنتان من تحتل المركز الثاني في أصعب امتحان. أي امتحان هذا يا الزنتان؟ الله يا السيف، السيف الذهبي لمن؟ الزنتان على المركز الثاني لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني الذهبي سالم بن فاران المري في المتابعة. ضحى على المركز الثالث ودارت رحى المنافسة يا ضحى. ضحى إذن لهجن العاصفة التابعة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في التضمير حمد بن راشد بن غدير الكتبي. أتابع المركز الرابع الآن، هناك أجدابية في رابع المراكز لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني بقيادة الذهبي أيضا سالم بن فاران المري. خامسا طبرق تحتل المركز الخامس لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني أيضا وبقيادة المضمر سالم بن فاران المري. ولكن الآن تسللت مشاهدين الكرام صاحبة السيف سناك في ميدان المرموم. طرابلس انطلقت الآن وتسللت إلى المركز الرابع. طرابلس المعروفة لديكم باسم التماس، تصل طرابلس الآن وتنطلق مشاهدين الكرام، حيوها لأنها تستحق التحية والتقدير. إنها طرابلس إذن على المركز الرابع لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني مع الذهبي في شوط السيف الذهبي سالم بن فاران المري. الله يا سلام. إذن المقدمة ما زالت هناك بقيادة درنا التي تحتل المركز الأول وتنطلق بقوتها المعهودة مع السيطرة في المركز الهام في مركز القوة والإلهام. إنها إذن درنا، درنا على المركز الأول لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني بقيادة الذهبي سالم بن فاران المري. اذا سيطرة هنا عنابية على مجريات هذا الشوط الرئيسي، 3 كيلومترات تفصلنا عن تحديد هوية الفائز في هذا الموسم، موسم الشحانية 2011 باغلى السيوف في شوط الاشواط سيف اميرنا الغالي. تسللت الزنتان الان وانطلقت الزنتان الى المركز الثاني لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني مع سالم بن فاران المري. طبرق تصل في المركز الثالث وتغير طبرق الى المركز الثاني الان لسعادة الشيخ ايضا القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني مع سالم بن فاران المري. المركز الثالث تسللت الان طرابلس، غيرت طرابلس وانتقلت الى المركز الثالث الان لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني مع الذهبي سالم بن فاران المري. المركز الرابع اجدابية ايضا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني في صدارة رباعية للشعار العنابي. المركز الخامس وصلت نيران، نيران وصلت الآن حاملة اللقب من انتزعت السيف الذهبي هنا في نفس الشوط في العام الماضي. تنطلق نيران إذن في المركز الخامس لتعلن عن تواجد شعار هجن العاصفة في خضم هذا المعترك. هذا الشعار التابع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة وافق المضمرين حمد بن راشد بن غدير. 4 أسماء المقدمة لشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني و4 أسماء وتجمعا أيضا خلف المراكز الأربعة الأولى مع شعار هجن العاصفة. كيلوين على النهاية،
كيلوين على السيف الذهبي بقيادة درنا التي تسيطر وتحكم القبضة الآن على مجريات هذا الشوط. تناقصي يا أمتار وتراقصي يا أصايل في أغلى الأشواط في شوط سيف أميرنا الغالي. هناك درنا على الصدارة إذا تقترب من تحقيق الحلم، تقترب من تحقيق السيف الذهبي. درنا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. ركز يا الذهبي، ركز يا سالم يا بن فاراني المري. كيلو ونصف الكيلو على ختام منافسة هذا السيف. السيف 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 لمن السيف؟ الله الله الله. طبرق على المركز الثاني أيضا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني مع سالم بن فاران المري. المركز الثالث طرابلس أيضا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني مع الذهبي سالم بن فاران المري. المركز الرابع الآن هنا الهدى لهجن العاصفة للتابعة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. المركز الخامس الآن وصل أيضا وصل شعار هجن العاصفة وانضم الآن، ولكن هنا التسلل والانطلاق على المركز الخامس من قبل يجدابيا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. حكم أعصابك اللي بتحكم الكيلومتر الأخير. الله يا السيف، الكيلومتر الأخير، كيلو السيف الذهبي، كيلو الناموس، كيلو الانتصار. السيف السيف السيف. درنا أيضا، درنا على المركز الأول. أتحرك الطبرق في المركز الثاني، طبرق المعروفة بالدوحة، المعروفة باسم الدوحة. انطلق الطبرق في المركز الثاني أيضا لشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. وفي المركز الثالث طرابلس أيضا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني مع الذهبي سالم بن فاران المري. المركز الرابع الهدى لهجن العاصفة. وفي المركز الخامس هناك مشاهدين الكرام لبى لهجن العاصفة وانطلاقة أيضا من أجدابيا المعروفة بإسباير. بدأ الصراع الآن، بدأ التحدي الآن. يا سلام يا سلام يا سلام. السيف 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 لمن؟ الله 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 الله. السيف مع هنا مع المقدمة مع طبرق طرابلس على المركز الثاني. الله الله الله. على ما يبدو بأن السيف السيف شحاني يا جماعة، السيف شحاني شحاني، السيف السيف شحاني. ناموس يا هالقطر يا هالقطر. السيف شحاني السيف شحاني السيف شحاني السيف شحاني. الله الله. ناموس يا هالقطر. الله يا عمري قطر، الله يا داري قطر. طرابلس طرابلس مع السيف، طرابلس مع السيف، طرابلس مع السيف، التماس مع السيف. الله يا عمري قطر، الله يا عمري قطر، الله يا عمري قطر، الله يا عمري قطر. الله الله الله. المركز الثاني اذا مشاهدينا الكرام. الله 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 الله. السيف الذهبي اذا، السيف الذهبي هنا في دولة قطر. يبقى السيف الذهبي، يبقى السيف الذهبي، سيف اميرنا الغالي هنا في دولة قطر. فليحتفل الجميع بسيف اميرنا الغالي. الله 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 الله. تهانينا اذا لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني على بقاء السيف الغالي هنا في دولة قطر. التهاني أيضا لسيدي سمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة الثاني الذي قدمها لهذه الرياضة الدعم الكبير، الدعم المتواصل. ألف 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 مبروك إذا، ألف مبروك يا أهل قطر، افرحوا يا أهل قطر. السيف شحاني السيف شحاني السيف شحاني. الناموس عن نابي. الله الله الله. إذا مشاهدينا الكرام، هكذا أيها الحفل الكريم تختلط مشاعر الفرح بهذا الإنجاز الكبير، بهذا الحلم الذي تسجل هنا. ليبقى السيف مرة أخرى هنا في دولة قطر من خلال هذا الفوز الكبير، من خلال هذا الانتصار الذي تسجل هنا في ميدان الشحانية، في ميدان في ميدان الأبطال، في ميدان أميرنا الغالي. الله 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 الله. إذا أيها الحفل الكريم، أيها الأخوة المشاهدين، سيف الأمير الغالي يبقى هنا مع طرابلس، يبقى مع التماس التي انتزعت السيف الذهبي، ليبقى هذا السيف هنا في ميدان الشحانية هنا مشاهدينا الكرام مع شعار سيدي سمو الشيخ تميم.
الكريم بن حمد بن خليفة آل ثاني راعي الأصايل دائما الذي قدم لهذه الرياضة الدعم الكبير ولم يدخر جؤدا أبدا. تهانينا للذهبي أيضا سالم بن فاران المري الذي عانق هذا الانتصار والذي كان في الموعد. تهانينا أيضا أبو حمد، تهانينا لسيدي سمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني على هذه الفرحة الكبيرة، هذه الفرحة الكبيرة التي لا يعوضها أي انتصار وأي فرحة. مشاهدين الكرام تهانينا أيضا لسيدي سمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، وأرفع أيضا أسماء آيات التهاني إلى مقام سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي أولى لهذه الرياضة العربية الأصيلة الدعم والاهتمام الكبير. إذا أيها الحفل الكريم نعود الآن بكم إلى التوقيت الزمني، إلى اللحظات التي شهدنا من خلالها تنافسا كان قويا، تنافسا اختلجت فيه المشاعر بالرهبة وبالترقب، لأن هذا السيف قد غاب لأعوام طويلة عن هذا الميدان ولكنه يبقى في هذا الميدان مرة أخرى. 12 دقيقة 22 ثانية و94 جزءا من الثانية للمرة الأولى يتسجل هذا التوقيت الزمني، ليكون بذلك مشاهدينا الكرام هذا التوقيت معلنا ومعبرا عن قوة المنافسة والتحدي في هذا الشوط المميز، في هذا الشوط الكبير الذي استطاعت من خلاله طرابلس أن تنتزع السيف الذهبي، سيف الأمير الغالي حفظه الله ورعاه. المركز الثاني كان من نصيب الزاوية أيضا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. التوقيت الزمني 12 دقيقة 25 ثانية 14 جزءا من الثانية. تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني وأيضا إلى المضمر سالم بن فاران المري. أما المركز الثالث فكان من نصيب نجوى التي قطعت المسافة في زمن المقدار 12 دقيقة 35.